كيف بتكون الأجواء على مواليد الثور بالأسبوع الثالث من شهر نيسان أبريل 2024؟ يا عزيزي، في اتصالات واجتماعات يمكن تستوحي منها بهالأسبوع بعض الآراء لخوض علاقة وقد تكون مستحيلة على الصعيد العاطفي. يمكن يجذبك شخص ما فيك تتجاوب معه، بس بتستقطب انت الاعجاب بهالوقت وبتروح بعيد باحلامك وطموحاتك وبتتحدى يلي مش قادرين يتناغموا معك، بس ميلك الى السلام والهدوء بينتصر بهالايام. ولو انه يومي الاربعاء 17 والخميس 18 بيعرضوك لبعض المناكفات والمواجهات، هو يومين معاكسين ما بيحملوا الا التردد والقلق. يمكن يدغدغ غرورك بين الجمعة 19 والأحد 21 شعورك أنك عم بتمارس سحر على الآخرين، وتتاح لك بهالفترة بعض الفرص الاجتماعية حتى تتحرر من قيود نفسية أو عملية. بتناقش بعض الشؤون المهنية بين الاثنين 22 والثلاثة 23، وبتعرف موعد مهم جدا على الصعيد الشخصي بهاليومين. لا تتوانى عن تقديم طلباتك بهالوقت، يمكن يحالفك الحظ إذا عبرت عن طموحاتك أو رحت باتجاه تنفيذها.